لأن الضريبة إذا لم تكن ضريبة تكافلية وتصاعدية كما ينص الدستور الأردني فعندنا خلل حقيقي يجب إصلاحه، وهذه قمة اللاعدالة. ضريبة تصاعدية تحقق العدالة، عبارة تكررت على لسان الحكومة في دفاعها عن مشروع ضريبة الدخل اللي تم إعلانه مؤخراً. بس شو يعني مبدأ التصاعدية في قوانين الضريبة؟ وكيف ممكن نقيم مشروع القانون الحالي بناءً على هذا المبدأ؟ وشو اللي سبب الخلل اللي بيحكي عنه الرزاز؟ باختصار، التصاعدية بتعني إنه كل ما كان دخلك أعلى بتدفع نسبة أعلى منه كضريبة دخل، وهذا التصاعد في النسبة بحقق العدالة لأنه بأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي لكل مكلف. عملياً، التصاعدية بتتحقق من خلال تدرج الشرائح، وهي الفئات اللي بتوزع عليها الدخل خلال عملية احتساب الضريبة المستحقة على كل مكلف. كل ما كان عدد الشرائح أكبر وأحجامها ونسبها بتتدرج بازدياد، بتكون تصاعديتها أعلى، وبالتالي بتكون أكثر عدالة. عشان نفهم شو وضع مشروع القانون الحالي بين القوانين السابقة من حيث التصاعدية، لازم نشوف كيف اختلف عدد الشرائح وأحجامها ونسب الاقتطاع في كل منها عبر السنوات. لو رجعنا لقوانين الضريبة بين سنة 1982 وسنة 2009، بنشوف أن تصاعدية الضريبة كانت عم بتقل بشكل مستمر. فمن 1982 ل 1992 كان القانون بيقسم الدخل الخاضع للضريبة إلى 10 شرائح بتتراوح في الحجم بين 1000 و 5000 دينار، وبتوصل النسبة الأعلى من الاقتطاع فيها إلى 45%. هاي القوانين من الأكثر عدالة من حيث التصاعدية بين كل القوانين اللي مرت على الأردن. بس من قانون 1995 لحد 2009 صارت الشرائح بتتناقص بشكل كبير، والفروق في أحجامها بقل، والنسب الأعلى للاقتطاع بتتراجع لحتى وصل القانون لشريحتين بس أعلاها نسبتها 14% فقط. وهذا التغيير استفاد منه بدرجة أكبر ذوي الدخول المرتفعة. قانون 2014 الساري حالياً رجع رفع التصاعدية شوي بأنه دخل شريحة جديدة وصلت نسبة الاقتطاع فيها ل 20%، ومشروع القانون الحالي بيمشي في نفس الاتجاه أكثر بأنه رفع عدد الشرائح لخمسة أعلاها بتوصل نسبة الاقتطاع فيها ل 25%، مع إضافة حالة خاصة بتكون فيها ضريبة الدخل على اللي دخله 300 ألف دينار سنوي فما فوق 25% من مجمل الدخل. كل هذا بيعني أنه لحد سنة 2009 تصاعدية القانون وبالتالي عدالته كانت عم تتراجع ورجعت للتزايد ببطء مع قانون 2014. عشان نوضح هذا التغيير في التصاعدية أخذنا أربع أمثلة من دخول أساسية سنوية مختلفة، هي 10,000 دينار، 25,000 دينار، 50,000 دينار و 120,000 دينار. لو حسبنا النسبة اللي بيدفعها كل صاحب دخل من هاي الدخول على قانون سنة 1982 رح ينتج منحنى بتصاعد بالشكل التالي، لكن هذا التصاعد بيقل شوي في قانون 1995 وبهبط لأدنى مستوى في قانون 2009، وفي 2014 بترجع التصاعدية للارتفاع وبتكمل في مشروع قانون 2018. بالمحصلة، بين هاي القوانين اللي مرت على الأردن من حيث التصاعدية على الأفراد، مشروع القانون الحالي لساته بعيد عن قوانين الثمانينات والتسعينيات اللي كانت أكثر عدالة. هاي التصاعدية هي مش الأساس الوحيد للحكم على القانون. حتى تعرفوا أكثر عن الجوانب الأخرى من قانون ضريبة الدخل، تابعوا بقية هاي السلسلة من فيديوهات حبر.